أجرت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات اتصالا بتقنية الفيديو كونفرنس مع عدد من السفراء بالدول ورؤساء لجان الاقتراع بانتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج الذين أكدوا انتظام سير العملية الانتخابية. وفي هذا الإطار أكد المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن هناك 116 سفارة ما زالت في العمل وتتلقى أصوات الناخبين، مشيرا إلى أن الناخبين يمكنهم التصويت حتى لو أن بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم قد انتهت، ولكن يشترط جواز سفر ساري. تم إغلاق عدد 13 سفارة من إجمالي 137، وما زال 116 سفارة ما زالت في العمل بتتلقى أصوات الناخبين المصريين في الخارج، وما زال 8 لم يتم فتح اللجان فيها، ومستمرين تباعا خلال الساعات القادمة نهاية حتى الساعة 7 مساء بتوقيت مصر إن شاء الله. بنيسر على المواطنين المقيمين في خارج مصر من حقهم الإدلاء بصوتهم حتى لو معاهم بطاقة الرقم القومي منتهية الصلاحية، من حقهم يدلوا بصوتهم جواز سفر ساري. أما بطاقة الرقم القومي لا يشترط سريانها، حتى لو منتهية يمكن من إدلاء بصوته بعد إذن حضراتكم. يعني